بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول جزء من الثلاث أجزاء غالبا إن شاء الله بتوع مجموعة المحاضرات اللي خاصة بالستيل بوكس جيردر سيستم أو التوب جيردر، تحت اسم ديزاين جايدلاينز فور ترابيزويدال ستيل بوكس جيردر سيستمز. ده الجزء الأول، وده طبعا زي ما معروف أنا اللي بدرسه، الدكتور شريف إبراهيم. لو اتنقلنا بعد كده إلى السلايد الثانية، هنا في هذه السلايد إحنا بنتعرف على الانترودكشن للموضوع، بنقول إيه هو البوكس جيردر دوت، وخصوصا التوب سيستم اللي احنا هنستعمله. كلمة top جاية من trapezoidal U shape open box girder، تمام؟ عموما الأشكال in general علشان نعرفها، في عندنا بيبقى multi spine اللي احنا زي ما شايفينه بهذا الشكل، في عندنا multi cell يعني كذا cell واتشد جنب بعض بحيث يبقى kind of وان بيس، الكروس سيكشن بتاع الكوبري وان بيس. طبعا اللي احنا شايفينه ده زي العنوان ما موجود، دي عباره عن الكومن سيكشنز بتاعت الستيل بوكس جيرتر ريجيت. في ممكن بيبقى عندنا الباس توب، هو ده اللي بنتكلم عليه، وده اللي هنستخدمه بعد كده لما ندخل في مرحله الديزاين، ويبقى كومبوزد من الاوبن توب دوت، وهيبقى كلوزد بحاجه اسمها هوريزونتال بريسنج سيستم مع الستيل مع الرينفورس الكونكريت ديكنج اللي احنا هنحطه. ممكن الكلوزد او كلوزد توب، وده ان ايذر كيسز سواء اوبن او كلوزد ممكن يبقى على شكل ترابيزويدال او يبقى على شكل ريكتانجولار. في السلايد دي يا جماعه زي ما بنشوف هنا في الصوره الشمال، دي عباره عن تكوين للتوب جيردر اللي احنا اتكلمنا عليه او الكلمه دي، ان ترابيزويدال يو شيب اوبن بوكس جيردر زي ما شايفين توين، او ساعات سموها توين يو شيب جيردر لانهم شايفين اتنين جنب بعض هما، وهيبقوا مرتبطين مع بعض بحيث الكروس سيكشن بيهيف اول اوفر توجذر مع بعضه از وان يونت. وعلى اليمين بنشوف هنا عباره عن الترابيزويدال بوكس جيردر ديون كونستراكشن، زي ما شايفين جايبين القطاع اوبن اهيت، ودي بتبقى كيس من الكيسز وان كنا ما بندرسهاش ديورنج كونستراكشن، بحيث القطاع مفتوح من فوق وبيجي بعد كده بينزل على البيرز او السبورت بتاعت الكوبري ويتصب الديكنج بحيث يبقى انتر اكتنج مع بعض بهذا الشكل، تمام. السلايد اللي قدامنا ديت دي عباره عن بنتكلم عن الادفانتج للبوكس جيردر بريدج او البوكس جيردر فيرسز البليد جيردر. ايه يا ترى الادفانتج اللي احنا بنعرفها او نستعمل هذا القطاع ليه؟ بنقول ان بيبقى مور افيشنت لود ديستريبيوشن ديو تو هاي تورشنال ستيفنس. لو نفتكر بمعنى ايه الكلام ده، لو انت عندك كذا بليد جيردر، ممكن بليد جيردر اللي على الطرف يشيل نص البليد جيردر اللي في الوسط مثلا، وبالتالي في ان ايكواليتي بطريقه مثلا ان ده بيشيل قد ده حوالي 200%. وعلشان بعد كده جينا عملنا موضوع الجريد اكشن اللي احنا عرفناه بعد كده، في البوكس جيردر بنلاقي ان القطاع بيشتغل كله افيشنتلي مع بعضه، وبيبقى عندنا بيتر ديستريبيوشن بين البوكس جيردرز وبعضها. النقطة اللي بعد كده هنلاقي ان احنا كنا بناخد الافيشنت وير بليد جيردر ديبس ماست بي مينيمايز، في حتت او اجزاء معينة ممكن ان انت زي ما بيقولوا كده ايه نتزنق في الديبس بتاع البليد جيردر بتاعي او الجيردر بتاعي. في حالة البليد جيردر خدناه من اول السنة كان بيبقى اتش على 10، ممكن تصل الى الاتش ديت ال على 25 وقد نصل الى ال على 35، تخيلوا، يبقى كاني نزلت بالدبس تقريبا للتلت، تمام. فالحاجه اللي كنت ممكن اعملها 4 5 متر ممكن انزل بيها ل 2 متر او متر ونص مثلا. بنستخدمه efficient for curved alignment، وهو ده يمكن هيبقى اساس شغلنا، ان احنا هندخل في شغلنا في الكيرفد على طول بحيث ينطبق على الكيرفد، ينطبق كمان على الستريت، ولانه من القطاعات طبعا اللي هي كلنا عارفين القطاع البوكس سيكشن المقفول بيبقى
قوي وليه ريزيستنس عالية في مقاومة الايه التورشن. تمام. بنلاقي برضو ان ده قطاع البليد جيردر بتاعي يعتبر مفتوح من اليمين والشمال ومن تحت والكلام ده. البوكس جيردر يعتبر السيرفيس من بره، انما من جوه هو كلوزد، فبالتالي ده بيبقى التعرض بتاعه بالنسبة للموضوع بتاع الكروجن والرطوبة وهكذا فبيبقى أقل، فدي بالتالي أدفانتج. ممكن بنستعمل فيه بيرنجز أقل مع المالتيبل بوكس جيردر، نبقى نشوفها بعد كده. فيور بيسز تو إريكت، زي ما انتوا شفتوا في الصورة هنا ممكن يجيب البليت جيردر أو البوكس جيردرز أو وان بيس وان سبان على طول ويجي ينزلها. Improved Aesthetics دي يعني بيقول لك ان يعني حتة معمارية، ان الشكل الجمالي بتاعه بيبقى احسن واظرف من ان انت بتجيب البليد جيردر وفيرتيكال ستيفنرز وهورزونتال ستيفنرز والكلام ده كله. ماشي. في السلايد دي يا جماعة زي ما احنا شايفين بنبص هنا على الشكل بتاع التوب جيردر ترابيزويدال بوكس جيردر جيومتري اللي اتكلمنا عليها، وبنشوف برضو بلان او توب بلان للسنجل دايجونال هوريزونتال توب بريسنج اللي احنا شايفينه. بنلاحظ هنا او نقدر نشوف ان عندي ليه من مميزات الترابيزويدال بوكس جيردر دي، ان بنلاقي ان احنا الريديوسد بوتوم فلانج ويدث، وده بيفرق معايا بالنسبه كمان للباكلينج في النيجاتيف باركس وحاجات زي كده. بنشوف ان احنا عندي بقدر ان يبقى في اوبننج في الوسط علشان تفاسيليتيت المينتنس. تمام. بنلاقي هنا برضو بنتكلم زي ما شايفين من الكتابة على الهورزونتال بريسنج سيستم، بنشوف الكومبوننت بتاعت الهورزونتال بريسنج سيستم اللي بيربط لي التوب فلانج التوب فلانجز في حالة الكونستراكشن زي ما شفنا من الرسومات بتاعت الكونستراكشن، فدي مينلي بتبقى عبارة عن سترات زي ما احنا شايفين اللي هو واصل هوريزونتال بين الاثنين توب فلانج، وفي عندنا الدياجونال برضو الدياجونال ممبر، فدولت الاليمنت دي الاسترات والدياجونال مع التوب فلانج بتشتغل كانها هوريزونتال تراس بيربط لي التوب بتاع البوكس جيرد. في السلايد دي برضو بنشوف الأهمية بتاعة الانترنال كي بريسنج أو كي فريم. احنا شايفين هنا كروس سيكشن بوث أز دروينج وعلى الحقيقة. بنشوف هنا إن احنا حاطينه كانترنال دايفرام مكون من سترات ودياجونال زي ما واضح قدامنا في الرسمة هنا. السترات شايفين إن هو ده بيبقى مشترك بين الهوريزونتال استرات بتاعنا اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت بتاع التوب هوريزونتال بريسنج، وبيبقى في نفس الوقت ممبر من الانترنال كي فريم. طب الانترنال كي فريم او كي بريسنج ده بيعمل ايه؟ ده يا جماعه عباره عن بيربط لي الترابيزويدال بوكس جيردر مع بعض. احنا شايفين ان الترابيزويدال ده قبل ما الديكنج بيتصب هو قطاع مفتوح وبالتالي قطاع ضعيف جدا، فاذا الاوبننج دوت او ان انا ببقى عايز ان انا اربطه علشان وانا بنقله ديورن كونستراكشن ما يفتحش مني، وزي ما هنشوف الكلام ده سواء بالحسابات او بالرسومات والفيلير شيبس، فهيبقى مهم ان انا اربط الاجزاء بتاعه او الاليمنتس المختلفه بتاعه الكروس سكشن ببعضها، وده هيتحقق من خلال الانترنال كي فريم اللي احنا شايفينه. وبرضه بيتعمل واحد هيقول لي طب ليه ما بعملوش كروس بريسنج وده بيبقى افضل؟ علشان زي ما احنا شايفين من الكتابه ان احنا بنبقى عايزين نعمل اوبننج، اتفقنا من قبل كده ان ببقى عايز ان يعني في المينتنانس ان يقدر عامل مينتنانس يمشي جواه، وبالتالي ديت بتساعد ان ايه الموضوع بتاع المينتنانس افتر كونستراكشن. تمام. طيب هنا الرسمة دي يا جماعة مهمة وظريفة جدا في نفس الوقت، لأنها بتبين لي صورة لتوب جيردر بريدج في اتنين كومبوننت مع بعض أو كل الكومبوننتس بتاعت البريسنج مع بعض. بنشوف هنا التوب لاترال بريسنج أو التوب هوريزونتال بريسنج اللي احنا اتفقنا
ان هو بيربط لي البوكس جردر مع بعضه، تمام. وبنلاقي في الكلمة مكتوب هنا ان هو بيشتغل as a quasi closed box. يعني ايه quasi closed box؟ يعني هو قريب او semi closed box، لا هو اللي مفتوح خالص ولا هو اللي مقفول بديكنج او بستيل بليت. فالطب بنقول هنا ان البرايمري بيربس للطب تراس علشان تو سيميوليت الكلوزد بوكس سيستم، دي حاجه. في نفس الوقت هنشوف بين الاثنين بوكس جيردر، احنا قلنا انهم علشان يشتغلوا كيونت مع بعض بربطهم، ما بكتفيش بتربطهم بالتوب رينفورس الكونكريت ديكنج من فوق، انما بربطهم كمان باكسترنال بوكس جيردر بريسنج علشان يشتغلوا وبيهيف مع بعضهم، ويمنع الديفرنشال ديسبليسمنت بينهم وبين بعض، يعني واحد ينزل عن التاني. فبالتالي الاكسترنال بوكس جيردر بريسنج اللي احنا شايفينه بين الاثنين وبين بعضهم دول بينستولد علشان تو بروفايد سفيشنت ستابيليتي، ستابيليتي او ريليتيف ستابيليتي بين الاثنين بوكس جيردر مع بعضهم، وعلشان يتصرفوا كوان يونت زي ما احنا شايفين في الرسم. طيب في السلايد دي هنتكلم على الاند دايفرام او الشكل بتاع الاند دايفرام جيومتري. الاند دايفرام ده كانه هيبقى عامل زي الايه؟ الانترنال كيب بريسنج اللي شفناه مع بعض والاكسترنال في نفس الوقت. بس نتخيل الدايفرام ده كل الفورسز وكل الهوريزونتال فورسز والتورشن اللي احنا هنشوفه وهنتكلم عليه هيحصل على الكيرفد بوكس جيردر بريدج بتاعنا، رايح هو ده اللي شايل الموضوع الهم كل ده مع بعض. فبالتالي الستريننج اكشنز زي ما هنشوف بعد كده في التصميم والحسابات هتبقى عاليه جدا عليه. وبالتالي نتخيل ده بيبقى عامل ازاي. ما بيبقاش عامل بقى عباره عن كيب ريسنج ولا حاجه، ده عباره عن سوليد دايفرام. علشان كده تلاقي حتى كلمه الايه الدايفرام، سوليد دايفرام، تخانه بليت حديد، لدرجة هنشوف بعد كده يمكن هسبق شوية واروح لمرحلة الديزاين هنلاقي المينيموم بتاعه نتكلم في 40 ملي، يعني المينيموم ابتداء من 40 ملي فيما فوق. وما تستغربش اما بعد كده هتيجي تشتغل في الحسابات بايدك تلاقي طالع معاك حاجة بتاعت 100 ملي و120 ملي و150 ملي تخانة بليت، لان بتبقى عليه ستريننج اكشنز عالية جدا، تمام. وساعات بيعملوا فيه ستيفنينج ساعات لانه بيبقى مربط بين الاثنين بوكس جيردر ومربط اكسترنالي اند انترنالي. احنا هناخده في ابسط ايه في ابسط حالاته. ساعات بيفتحوا فيه دور زي ما قلنا قبل كده علشان المينتنس، الراجل هيوصل بعد ما تتصب الدك هيوصل لجوه ازاي، فبيفتحوا فيه بعض الايه الدور. الديتيل دي كمان تشوفوها في الكينوت ليكتشرز الموجوده انديفيدوال. اتكلمنا عن في السلايدز اللي قبل كده عن الكومبوننت المختلفة المكونة بالبوكس جيردر. نبتدي بقى نتكلم عن رينجز للديفرنت ايتمز اللي موجودة عندنا. على سبيل المثال في السلايد دي بنتكلم عن السبان رينجز. احنا كنا بنتكلم لو نفتكر في البليد جيردر ممكن وصلنا لحوالي 40 متر، حاجة و40 متر. اتكلمنا في الترس وصلنا لسبان ممكن لغاية 60 متر 70 متر. الكومبوزيت برضو بليت جردر كنا بنوصل لغاية ممكن 80 و100 متر. هنا بنلاقي ان الاكونوميكال سبان يعني اكشوالي المفروض ما تنزلش عن كده ممكن بيبقى في رينج 45 ل 100 متر، ده لو كان سيمبل سبان. وممكن بوصل لغاية زي ما احنا شايفين 160 متر لو بتشتغل كمان ككونتينوس سبان. بالنسبة للكيرفتشر في هذا الموضوع هو بيختلف. الكيرفتشر إلى حد ما بيبقى على حسب الجيومتري بتاعة الشكل، دي بره ايدينا شوية، دي بتبقى جاية من تخطيط الطرق. بس بنلاحظ ان كل ما الكيرفتشر او الار بتاعت الكيرف قلت، منطقي احنا كمهندسين انشائيين نستنتج ان التورشن على هذا البوكس جيردر بيزيد. فممكن ان بنلاقي كيرفتشر زي ما شايفين مثلا في المثال ده بيقول لك ان هو as tight as بيوصل ل 53 متر which is considerably low، قيمة قليلة معناها التورشن عليه يبقى عالي. انما الرينج المنطقي ممكن يصل الى 200-300 متر على حسب زي ما قلنا الجيومتري بتاعة الطريق. بس البوكس جيردر بيساعدك ان انت تقدر تطبقه في الكيسز بتاعك لو الراديوس اوف كيرفتشر بتاع الطريق بتاعك كبير
او لو كانت الدنيا قليلة فيها. من الشكل الواضح برضو قدامنا بنشوف بعض الجيومتريكال بروبرتيز بتاعت الكروس سيكشن زي ما احنا شايفين، واتكلمنا على الحتة دي قبل كده ان الدبس ممكن مش بقى اتش على 10 او السبان على 10 سوري زي ما احنا كنا بنقول في البليت جيردر، لا ده احنا بنقدر نوصل للسبان على 25 الى 35، وده بيقلل لي من الدبس بطريقة كبيرة، او بمعنى اخر بقدر اوصل لسبانز كبيرة. يعني ممكن مثلا على سبيل المثال سبان 80 متر او 100 متر، ممكن اصل ان الدبس برضو 3 متر بليت جيردر، وده شيء عادي جدا. تمام، التوب فلانش من فوق ماكسيمم بيبقى ماكسيمم ويدث ليها 4 متر. وليه 4 متر؟ علشان النقل. لو جينا نقلنا هذا الكلام على العربيات او المقطورات بتاعة النقل، فبالتالي ما تقدرش ان انت هتنقل للطريق اكتر من 4 متر، وده بيخلينا ان احنا نستخدم التوب جيردر او المالتيبل بوكس جيردر بريدج. تمام، الاتش مينيمم برضو والدبس في نفس الوقت ما بيقلش عن متر ونص، ويمكن ذكرنا الحته دي قبل كده. ليه؟ علشان المينتنانس والكونستراكشن بعد كده بتاع الكوبري، يقدر بعد كده ان واحد ممكن يدخل جوه الكوبري دوت يعمل له مينتنانس. بالنسبه لي الهورزونتال سلوب بتاع الويب زي ما احنا شايفين من الرسمه، احنا كاتبين عليه بيبقى 4 الى 1، هو ممكن يبقى 4 1 او 5 الى 1، وان كان الموست كومن هو 4 فيرتيكال و1 هوريزونتال زي ما احنا شايفين في الرسمه بتاعتنا. بالنسبه للسلايد ديت بنشوف فيها مينيمم وماكسيمم بوتوم فلانش، بنتكلم على الاليمنتس المختلفه. البوتوم فلانش هنا بنلاقي المينيمم بتاعنا لا يقل عن 1.2 من 10 متر، علشان تو الاو الشغل في المينتنانس زي ما اتكلمنا من قبل كده، واحد يقدر يمشي، والفابريكيشن بيقدروا يشتغلوا في البليت جيردر والويلدنج بتاعه. والصوره احسن حاجه علشان توضح هذا الكلام اللي بنقوله، بس في نفس الوقت برضو اكسيدنج الليميت سواء بالنسبه ما نزيدش عن الليميت بتاعنا اللي هو بيبقى من حوالي 2 الى 3 متر في العرض اقصى حاجه، وده سواء لحاجتين، للنقل الترانسبورتيشن بتاعه على العربيات زي ما احنا قلنا، وفي نفس الوقت برضو علشان اللوكال باكلينج في حاله لو كانت البوتوم فلانج هي الكمبريشن، وده بيحصل في الكيسز بتاعت الكونتينوس فلانج. برضو استكمالا في السلايد ديت لبقيه الكومنتس بتاعتنا بالنسبه للجيومتري، فزي ما اتفقنا ان التوب جيردر ويتس من فوق زي ما احنا شايفين في الاتاشد كروس سيكشن لا يزيد عن 4 متر علشان الترانسبورتيشن، ودي قلناها قبل كده. طب المسافه ما بين التوب جيردر او البوكس جيردر والبوكس جيردر اللي جنبه دي زي ما احنا شايفين تقريبا بتبقى في رينج من 0.8 ل 1.2 الايه الهوريزونتال توب ليفل، يعني من 0.8 ل 1.2 اقصى حاجه 4 من ال 4 متر، يعني بنتكلم في رينج من 0.8 في 4 لغايه 1.2 في 4 متر، يعني نقول ماكسيمم حاول بقدر الامكان ما تزيدش عن 5 متر ديستانسز بتوين الفلانج دي والفلانج اللي جنبيها. تمام، طيب الرسمه ديت يمكن دي رسمه الجنرال لاي اوت، او بيبقى اول مطلوب في البروجكت بتاع مثل هذا الكوبري يعني، او الشيت بتاعه اللي هي عباره عن لما بنقول درو جنرال لاي اوت. فشايفين سكيماتيك الاينمنت دوت اهو زي ما احنا شايفين، عباره عن البلان بتاعنا، واللي بيبقى مطلوب عاده ان احنا بنرسم الهاف بلان لانه سيمتريك، ورسمه كيرف زي كده بريديوس اوف كيرفتشر مثلا 300 متر ولا حاجه بتبقى صعبه، فبقدر الامكان بتحاول ترسم النص. شايفين الديفرنت اليمنتس بتاعتنا، بنلاقي من فوق التوب هوريزونتال بريسنج، بنخلي بالنا ان احنا بنظبط الزوايا زي ما احنا شايفين من حوالي 40 ل 50، يعني 45 درجه بلس او ماينس 5 درجات، وبتبقى تايت شويه ما هياش. واحد هيقول لي ليه يا دكتور ما هياش 30 ل 60 اللي متعودين عليها؟ لا، لان الفورسز بعد كده بالحسابات واما تشوفوا في الاكزامبلز اللي نازله لكم هتلاقي ان الفرصه بتبقى كبيره، ممكن بتصل ل 30 و40 واكتر طن يعني.
في البريسنج بتاعنا. بالنسبة برضو للانترنال كي بريسنج اللي اتكلمنا عليه، بيمنع الديستورشن او الديستورشن وبيربط الكروس سيكشن مع بعضه، دي بنلاقيها انها كل 2 بانل بوينت، يعني بناخدها في اللاي اوت، يعني واحده او واحده لا، استرات او استرات لا، زي ما باين لنا من البلان هنا. تمام. وباينه كروس سيكشن واحد واحد، ده اتكلمنا عليه لسه حالا في المجموعه اللي فاتت. الاليفيشن عندي زي ما احنا شايفين ما يختلفش كتير او لا يختلف باي شيء عن الاليفيشن بتاع البليد جيردر، وفيما عدا هنشوف القيم بتاعه الديبسز اللي قلنا عليها قبل كده، اللي على 25 اللي على 35. بناخد فيرتيكال ستيفنر ممكن اف نيدد، ودي بتبقى انترنال من جوه علشان ما نبوظش الشكل الخارجي، بعملها من جوه، ودي بتبقى زي ما احنا متعودين عليها قبل كده، اللي هي بتبقى من 1.5 ل 2 متر تقريبا. الاكسترنال توب جيردر برضو احنا اتكلمنا عليه وعلى اهميته، انما بيستخدم على قد ايه؟ هو عادة از مينيموم، وهنشوفه ونحسب المسافة دي بالحسابات، هنلاقيه بيبقى لا يقل عن ان انا بحطه في النص بتاع الكوبري، بس از جنرال ريكومنديشن ان هو مفضل ان انت تحطه في النص والربع والتلات ارباع من الاسبان بتاع الكوبري. في البداية والنهاية زي ما احنا شايفين تحت في سكشن 2.2، ده الاند دايفرام، السوليد اند دايفرام اللي اتكلمنا عليه، وعلشان كده بتلاقيني رسم عبارة عن ايه؟ عبارة عن خطين مفيش جواهم اي حاجة، لان ده عبارة عن سوليد بليد، وبالتالي الشكل ده كله على بعضه عبارة عن الجنرال لاي اوت بتاعي بتاع الكوبري او سكيماتيك ارانجمنت اوف توب جيردر بريدج. طيب في السلايد دي هنبتدي نتكلم او هنتكلم فيها عن استيميشن للتوب جيردر بروبرتيز، يعني بمعنى ايه؟ انت جبت الدايمنشن او اللاي اوت دايمنشن، انما وات اباوت التخانات؟ يا ترى التخانات انا وخصوصا القطاعات كبيره اخدها قد ايه برايمري، علشان بعد كده اما ابتدي ادخل في الستيج بتاعت الديزاين اقدر ان انا احسب بقى البروبرتيز، الاريا والانيرشيا والكلام بتاع الحسابات وحسابات الاستريسز اللي عارفينها. فبالتالي هنا بعض البرايمري استيميشن، دي استيميشن زي ما قلنا يا جماعه، يعني ممكن بعد كده تعمل تشيك تلاقيها انسيت تضطر تغيرها، فده كده مش معناها ان هي دي بالظبط السيف والايكونوميك، بس بنقول جنرال استيميشن. ففي البوتوم فلانش بيقول لك ان انت حاول بقدر الامكان الفاليو بتاعت البوتوم فلانش بي على التي لا تقل عن 80، تمام، والبوتوم تنشن فلانش ما تبقاش اقل من 20 مللي، يعني على سبيل المثال عندي من تحت مثلا 2 متر، يبقى 2 متر 200 سنتي على 80 ما تقلش عن 2.5، يبقى 25 مللي على سبيل المثال. الويب المينيمم سيكنس للويب بليت لا يقل عن 8 مللي، والاتش ويب على التي ويب كونسيدرت في الرينج من 150 ل 180، وبالتالي انت عندك اتش ويب تقدر تحسب ببساطه التي ويب البرايمري بتاعتك. بالنسبه للتوب فلانش هنشتغل، وعندي طبعا في كل بوكس جردر يعتبر 2 توب فلانجز زي ما احنا شايفين، واحده يمين واحده شمال، فبالتالي بنورد وبنطبق عليها الكونسبت اللي احنا بناخده من قبل كده وبنشتغل بيه من قبل كده في البليت جردر. خد البي فلانج على 2 تي فلانج في الرينج من 10 ل 12 مللي، على اساس ان انت في رينج النون كومباكت زون، احنا عارفين ما بنشتغلش بدرجه الكومباكت وما بننزلش للمرحله بتاعت السلندر سيكشن، فبنشتغل في النون كومباكت زون في رينج من 10 ل 12 مللي، ويز مينيمم 20 مللي برضو بالتاكيد.